في خطأ في عمري نادم أسرفت في أمري نادم صلاتي نادم نادم على هجري لزكاتي نادم يا رب اغفر لي بحياتي وارحمني من بعد مماتي يا رب اغفر لي بحياتي وارحمني من بعد مماتي، ما نادم انا نادم نادم، انا نادم, نادم نادم نادم، يا الله اتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله فيا ربِّ صلِّ على المصطفى صلاةً تكون أماناً لنا، الله 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 لا إله إلا الله الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا لكل مشاهدين أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجكم قديم والحياة برحب طبعا بضيوفي الشيخ الشحات العزازي من علماء الأزهر الشيخ أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا مرحبا برحب بالمنشد هاني عبد القادر أهلا وسهلا بيك أهلا بحضرتك الله يكرمك احنا طبعا خلاص النهارده في حلقتنا عايزين نقول كل سنه طبعا وانتم طيبين وخلاص الضيف الكريم بيغادر ومش عارفين مين اتغفر له مين ما اتغفرلوش مين اتعتق من النار مين ما اتعتقش لسه في كام ساعه باقيين في رمضان وربنا طبعا ليه عتقاء من النار في كل ليله فما تعرفش ممكن تكون من عتقاء الليله الاخيره وربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فعايزين كلنا نظن في ربنا انه ان شاء الله اعتقنا وغفر لنا كل ما الواحد يفكر في حديث النبي خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له يدعي ربنا يا رب ما تكتبناش منهم ابدا عموما ممكن النهارده يبقى اخر يوم في رمضان وبكره العيد فعايزين نفرح بالعيد والنبي قال وعلمنا وعرفنا انه للصائم فرحتين اذا افطر فرح بفطره والفطار هنا نوعين واحد ساعه المغرب والتاني يوم العيد اللي هو يوم الفطر علشان كده العيد ليه اداب وليه سنن هنعرفها النهارده في حلقتنا من ضيفنا الشيخ الشحات العزيزي برحب بيكم طبعا مره ثانيه و الشيخ الشحات احنا الاول زي ما قلنا كده في المقدمه عايزين نقول للمشاهدين هل لسه عندنا بقى فرصه للعتق من النار وللمغفره وللرحمه وان احنا ناخد اللي نقدر ناخده من رمضان قبل ما خلص يخلص بعد ساعات الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد دائما الأمل في الله باقي ربنا سبحانه وتعالى لما خلق إبليس وأمر بالسجود وأبى أن يسجد فلما ربنا سبحانه وتعالى طرده من رحمته قال وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم طول ما هو عايش انا هغويه فربنا سبحانه وتعالى قال ايه وعزتي وجلالي لاغفرن لهم ما استغفروني في اي وقت في حديث قدسي رائع بين ادم وابليس ابليس بيسال وادم بيسال ربنا سبحانه وتعالى فابليس لما سال قال يا رب انك انظرتني وادم ووعدتني اني من اهل النار فاعطني فأعطاه فسيدنا آدم سمع عطاء ربنا سبحانه وتعالى لإبليس أنه جعله من المنظرين وأنه تراهم ولا يرونك أنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم تجري منهم مجرى الدم من العروق سيدنا الحبيب قال إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم من العروق فضيقوا مجاريه بالصيام فسيدنا آدم قال يا رب لقد سلطت علي عدوا يراني ولا أراه فأعطني قال لا يولد لك ولد إلا وكلت به ملائكة تحفظه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال يا رب زدني قال من عمل حسنه جزيته بها ومن تاب إلي تبت علي ومن أخطأ عاقبته على قدر خطئه قال يا رب زدني فما زال يسأل ربنا حتى قال الله تبارك وتعالى لا أغلق عنهم باب التوبة ما دامت أرواحهم في أبدانهم حتى في اللحظة الأخيرة لما يقول يا رب ويستغفر ربنا يغفر له سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يحكي عن رجل جاءه ملك الموت فلم يجد له ملائكة الرحمة أي عمل سوى أن ملك الموت وجد لسانه عالق في أعلى سقفه يقول الله فغفر الله له بها في آخر الله يقول الله فغفر الله تبارك وتعالى له بها يبقى دائما الأمل في الله تبارك وتعالى موجود في كل لحظة أيا كان لا تيأس أبدا من رحمة الله ربنا بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ده إذا كان مذنب فما بالك إذا كان قاصد طريق ربنا سبحانه وتعالى الرجل اللي قتل تسعة وتسعين نفس وقتل مئة نفس في الرجل العابد فلما ذهب إلى العالم قال له من يغلق عنك باب التوبة اذهب إلى بلد كذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد معهم في منتصف الطريق جاءه أمر الله تبارك وتعالى اختصم في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة الرحمة حجتهم إيه؟ أنه خرج تائب إلى الله تعالى بدأ صفحة جديدة لسه الصفحة بيضة ملائكة العذاب له السجل بتاعه كله أسود ما عندوش حارق ما عملش أي خير فأرسل الله تبارك وتعالى ملك في سورة بشر قال قيسوا ما بين البلدين ده ظاهر الحال طب عمل ربنا إيه؟ الله عز وجل قال لبلد الطاعة تقربي ولبلد المعصية عادي يعني ربنا سبحانه وتعالى بيشتغل لك اللي انت مش عارف تشتغله بيقرب لك البعيد اللي انت مش عارف توصل له فدائما مع ربنا سبحانه وتعالى كن حسن الظن بالله مع حسن العمل مم. مش حسن ظن وانا نايم الولد اللي نايم وما الامتحان وقاعد يدعي ليل ونهار يا رب نجحني هينجح ده انت ما رحتش تمتحن مش مش مذاكرتش بس لا ده انت ما رحتش اللجنه طب اللي نايم لا صام ولا صلى ولا قرأ قرآن ولا عمل خير ويقول له يا رب اغفر لي في رمضان هيغفر لك منين؟ انت اصلا ما وقفتش على الباب طب يلحق نفسه بقى ما انا بقول لحضرتك انت ما وقفتش بقى. على الباب انت انا طب ما تذكرت ده انا صحيت النهارده لقيت ده رمضان اخره النهارده او بالكتير اخره بكره طب اعمل ايه؟ يوم يقول لي الله احنا النهارده اخر يوم في رمضان فاضل لنا على العيد ايه؟ ساعه طب الساعة دي لو توضيت وقعدت في الساعة دي أبكر ربنا واستغفر له وقول له يا رب خلاص اللي فات أنا رجعت وهبدأ مع, مع طاعتك ومع عبادتك ومع القرب منك صفحة جديدة تقبلني في حديث مم. أن رجل عبد ربنا عشرين سنة وعصى عشرين سنة وبعدين بص في المراية وجد أن بدأ شعره يشيب فقال له إيه عبدتك عشرين سنة وعصيتك عشرين سنة افلو عدت اليك اتقبلني؟ فسمع من يقول له، منادي من السماء يقول له: احببتنا فاحببناك وتركتنا فتركناك وعصيتنا فامهلناك وان عدت على ما كان منك قبلناك. الله, الله رحمه ربنا ملهاش حدود وباب ربنا على طول مفتوح، باب الرحمه على طول بس مفتوح. بس المهم انت تروح وتدخل. ايوه. طيب عايزين بعد الكلام الجميل ده بقى نستمتع كده ونسمع إنشاد آه سيدي يا رسول الله لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عين كأنك قد خلقت كما تشاء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك انت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضيٌّ انت عند الحوض ري انت هادي وصفي يا حبيبي يا محمد صلوا عليه شفيع الامه بذكر الرسول تشحد الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة صلوا على طه البشير محمد بدر منير شفيع عند القدير صلوا عليه صلوا على بدر التمام حبيبي مسك الختام شفيع يوم الزحام صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشهد الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدني يا و... آخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين ولا أيس ترى الله الله مثل طه في الورى في الورى بشر خير من فوق سرق السماء سرى الله الله طاهر الاخلاق والشيم يا امام الرسل يا سندي الله الله انت باب الله معتمدي فبدنياي واخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي نحن مرة تانية مشاهدينا وعايزين بقى نعرف من حضرتك كده ايه سنن واداب العيد العيد بيأتي دائما بعد الصيام فالصيام يعني شهر رمضان خلص وربنا سبحانه وتعالى اكرمنا ووفقنا الى صيامه وقيامه اجتهدنا فيه ان احنا نتقرب الى الله بأحب ما يحب من عمل الخير ومن المواساة من الصلة بيننا وبين بعضنا فعند تمام نعمة الله تبارك وتعالى بنفرح ربنا إيه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الله. وأكثر حاجة تظهر الفرح أن أنا أبدأ أكبر لما واحد كده يبقى عامل حاجة يقول لك الله أكبر الله تمام ليه أنا فرحت فأول حاجة سنة من سنن العيد من أول ما نعرف أن بكرة صار العيد من غروب الشمس وخلاص استطلاع الهلال قالوا لنا بكرة العيد نقول الله أكبر بعد الصلوات بعد صلاة المغرب، ما لحقناش المغرب يبقى بعد العشاء، نقعد طول الليل نكبر ربنا سبحانه وتعالى، نملأ الدنيا تكبيرا، بعد صلاة الفجر نكبر، بنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، نملأ الدنيا تكبيرا، نملأ الدنيا تهليلا، نملأ الدنيا ذكر لله، نملأ الدنيا صلاة وسلام على رسول الله، أفضل الليالي في العام ومن الليالي التي يجاب فيها الدعاء ليلة العيد. ليالي العيدين من الليالي اللي يجاب فيها الدعاء من سأل الله تبارك وتعالى فيها خيرا استجاب الله تبارك وتعالى له لأنه منتقل من عبادة إلى فرح ففي حال الفرح دي وأنا في الطريق الفرح فرح وبرحت بفضل الله فالله عز وجل يديم لي الفرح بأن يحقق لي الرجاء كأن أنا اشتغلت واشتغلت بجد يقوم يقول لي تعال بقى طب انت عايز ايه اقول له رب والله انا عايز كذا وكذا وكذا كنت لي خلاص لك ما ارد مم. ولذلك يوم العيد عندنا عند العلماء سمو يوم الجائزه وده من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مم. يقول ما من يوم ليوم العيد اذا طلع فجره تقف الملائكه على ابواب السكك وافواه الطرقات تستقبل الصائمين والمصلين تقول لهم صمتم كما امرتم وقمتم كما امرتم فتعالوا لتقبضوا جوائزكم مم. فيبقى انا رايح لاحتفال ومش احتفال عادي ده ربنا اللي بيحتفل بيا عشان اديت المهمه فتاني سنه من سنن العيد الاغتسال والتطيب والتعطر والبس ثوب جديد فاذا لم يكن جديد يبقى مزيف. نظيف واتعطر واتطيب واطلع من طريق وارجع من طريق تاني مم. طب اطلع من طريق وارجع من طريق ليه؟ عشان الطريق ده يشهد ليا ان انا رايح اصلي العيد والطريق الثاني يشهد لي ان انا راجع والطريق ده عليه ناس وعليه سكان والطريق ده عليه ناس وعليه سكان فاعيد عليهم وني. وانا وانا ماشي وانا ماشي في الطريق بعيد على كل الناس وصلت لي مكان صلاه العيد اذا كان في المسجد بصلي ركعتين اذا كان في خارج المسجد في ساحه بنصلي فيها وامر عجيب حضرتك في صلاه العيد بيخرج كل الناس لصلاه العيد اللي هيصلي واللي مش هيصلي م. ازاي اولادنا الصغيرين اللي ما بيصلوش يطلعوا في الساحه يفرحوا يشوفونا واحنا بنصلي أي. النساء اللي ما بتصليش اللي في فتره الايام بتاعتها اللي ما بتصليش فيها تطلع برضو تلبس هدومها وتقعد لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يشهدوا العيد ودعوه الخير واجتماع المسلمين فالفرح يعم عليه على الدنيا كلها اللي ما أديش زكاه الفطر يبدا يأديها لان زكاه الفطر لحد صلاه العيد لحد ما الامام ينادي الصلاه جامعه انا عندي وقته فبعمل دي طب ودي هدفها ايه ان يعم الفرح على كل الناس الغني يفرح الفقير يفرح وأبنائي يفرحون وكل لان الفرح كلما اتسعت رقعته كلما زاد حلاوه وجمالا فالدنيا كلها تبقى فرحانة بيومي اللي بيوم بيوم العيد يبقى أنا بذكر ربنا أسبح ربنا أكثر من الدعاء أعد الملابس الطيبة أتصدق وأوسع على الناس أي حد أنا زعلان منه أبدأ أراضيه وأصلحه وأستسمح منه حتى لو هو اللي غلطان ببدأ أراضيه عشان إيه؟ دي تكتب لي عند الله تبارك وتعالى إدخال السرور على الناس والدي والدتي إخوتي أخواتي طب أنا عندي حد منهم رحل عن الدنيا في ليله العيد دي اتذكره بدعوه، اتذكره بعمل صالح، كأن انا بعيد عليه، كأن انا بقول له كل عام وانت بخير. ادعي له من وانا في البيت لكن في ناس بيحبوا يروحوا يزوروا القبر في العيد، ينفع؟ بيروح يزور القبر زياره ولا بيقعد عنده؟ لان في ناس بتبات ليله العيد عند المقابر. اذا كان زياره من باب ان انا وهو كان عايش كنت بفوت عليه اقول له كل سنه وانت طيب برضو بمر عليه السلام عليكم كل عام أنتم بخير أسأل الله تبارك وتعالى كما كنتم في الدنيا تسعدوننا في هذا اليوم أن يسعدكم في هذا اليوم وروح خلاص عملت ايه عادة انا تعودت عليها ان انا ازور والدي والدتي جدي جدتي وهم احياء في بيوتهم كانوا بيستقبلوني ويدوني حاجه حلوه تفرحني لكن غير محزن لانه العيد ده العيد مش الفرحه مش اجترار احزان مش انا مش لاقي اسباب للحزن يعني بستوردها ما ينفعش ده يوم فرح ويوم سرور ولذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما كان من عادات الجاهليه إنهم هم ييجوا في بعض ايام معينه يعملوها مواسم احزان فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يحول وجهه عن المقابر لحد لما يتدربوا ويتعلموا ان يوم العيد فيقولوا يا رسول الله تحول وجهك عن المقابر قال هذا يوم عيد فاذا كان في يوم عيد وفرح وازورهم لافرحهم كما افرح ماشي انما اروح استورد من عندهم حزن لا ما ينفعش الإسلام ما يحبش الحزن يحب الإنسان الإسلام يعيش يحبه ويستمتع يحبه ويفرح الإسلام يحب من الإنسان أن يكون أمله في الله كبير أيوه وأن يفتح له مساحة كبيرة من التفاؤل والسعادة أيوه لأن الله تبارك وتعالى فتح لنا كل أبواب الخير وكل أبواب الرضا وكل أبواب السعادة فما يقول لنا يقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ما جيش أنا بقى كل السنة بلعب واجي في يوم العيد أنكد على نفسي وعلى عيالي لا ما ايه رأيك نسمع تكبيرات العيد منك قبل الفاصل نطلع بيها؟ ان شاء الله <applause> الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكره واصيلا لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر لا اله الا الله طبعا احنا دلوقتي خلاص هنبدا العيد ان شاء الله على خير كل سنه وكل الناس طيبه يا رب فدلوقتي دايما الاسئله اللي بتيجي في ذهن الناس سؤال مهم قوي اللي هو صيام السته البيض صيام السته من شوال نبدا نصومهم من امتى؟ من تاني يوم العيد على طول لكن اول يوم لا صح؟ احنا اتعودنا ان احنا اول يوم العيد ده احنا ضيوف على ربنا في يوم العيد عشان بس الناس ما, ما تعتقدش انه انا آه ده انا بفطر وممكن اصوم لا ده انت لو صمت حرام اول يوم يصح. لا اول يوم ده احنا عندنا في خمس ايام يحرم يحرم صيام أو. ايام العيدين فطر الاضحى وايام التشريق الثلاثه الا ايام التشريق فيها استثناء لمن كان آه حاج متمتع او قارن وما عندوش الهدي فبيصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعه اذا رجع ده استثناء خاص بيه انما احنا هنا مقيمين فالخمس ايام دول يحرم صيامهم يعني ايه يحرم صيامهم؟ يعني يجب عليه ان يفطر طب لو ما فطرش عليه ذنب لو ما فطرش مع قدرته على الافطار عليه ذنب طب صامهم ما ينفعوش ولا يصح ولا يقبل منه الا للظرف اللي احنا قلنا عليه بتاع الايام التشريق الثلاثه ليه لان انت في اليوم ده يوم العيد الفطر ده ضيف على ربنا سبحانه وتعالى فما ينفعش تبقى ضيف عند واحد كريم ومحدد الميعاد من زمان وبينك وبين بعض موعد ويجي يدخل يقدم لك الواجب بتاعك تقول له لا انا صايم كان انت بتستهين بمقام من يضيفك وبعدين ده اكرام من ربنا سبحانه وتعالى ودعوه لك ولاحبابك ان تجتمعوا على خير وعلى الفطر ده. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قبل ما يطلع لصلاة العيد ياكل تمرات من البيت. وده من سنن العيد ان هو قبل ما يطلع يصلي العيد يفطر لازم يفطر. يفطر بقى كل واحد ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا من ادبه انه يفطر على ثلاث تمرات وتر ده من ادب سيدنا الحبيب صلى الله عليه واله واصحابه. طيب انا في يوم العيد افطرت ممكن ابدا صيام من ثاني يوم اللي هو ثاني يوم شوال. ممكن أصوم الستة من شوال متصلين وممكن أصومهم مفرقين لأنه قال ستة من شوال مش لازم يكونوا متصلين أوه ممكن يكونوا مفرقين أصوم الاثنين والخميس مم لحد لما أكمل صمت الستة شوال وزدت كمان عليهم وفضل من ربنا سبحانه وتعالى طيب أنا عليا قضاء أيام من رمضان أصوم الستة من شوال الأول ولا أقضي اللي عليا الأول القضاء معايا لسه عشر شهور بعد شوال ممكن أقضي فيهم انما شوال لما يخلص خلاص مضوا الست من شوال، فاحنا بنبدا ايه؟ بأدي السنه لان سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله، كاني انا طول السنه صايم، انما في القضاء فعدة من ايام اخر، فانا في الايام الاخر دي في اي وقت من السنه يجوز ان انا إيه؟ ان انا اقضيهم، لكن لكن اما يجي ربنا سبحانه وتعالى يكتب لي اجر عظيم على اي عمل ما فوتوش لان انا عندي لو فوتت السته بتوع شوال لن استطيع إدراكهم بعد ذلك لان الشهر سينقضي طيب ايه الـ 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 لما اصوم السته من شوال كان انا كان انا بقول لربنا سبحانه وتعالى يا ربي انا اعبدك حبا انا بعبدك عشان انا بحبك مش عشان انت فرضت عليه فانا بعمل الفرض وخلاص تاني يوم جريت، لا ده انا قدمت صيام رمضان بصيام ايام من شعبان وبعد صيام رمضان صمت ايام من شوال، فكان انا زي الصلاه صليت ركعتين سنه قبل الفرض وركعتين سنه بعده، برضو في الصيام صمت ايام قبل رمضان وصمت ايام بعد رمضان، يعني يبقى انا في حاله عباده متصله دائمه فوصل دائم بيني وبين رب العالمين وديت تنقل حال الإنسان الذي يعبد الله من عبادة الإلزام إلى عبادة الحب مم. وعبادة الحب لها أجر أعظم من أي عبادة أخرى طيب نسمع بقى إنشت. أين هي سالبت ليلى مني العقل سالبت ليلى مني العقل صحت يا ليلى ارحم القتلى اه ارحمي القتلى قال لي يا صاح الأرواح قال لي يا صاح مهرها الأرواح كم محب باح في هوى ليلى أه 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 في هوى ليلى من عرف ربه وصلوا حب وانت عشق قلبه في هوا ليلى آه في هوا ليلى إنني هائم ولها خادم انني هائم ولها خادم ايها النائم اذكر المولى آه وحد المولى سلبك ليلا صحت يا ليلى يا ليلى ارحم القتلى آه ارحم القتلى محبوبي بالوصال أنعم عليّ، يا محبوبي بالوصال أنعم عليّ يا وزاد في النوال منه إليّ، وجاد في النوال منه إليّ وفي الكعبة الغراء قد همتُ شوقًا وبالكعبة الغراء قد همتُ كنت شوقا ومن يهوى الحسناء يذوب عشقا ومن يهوى الحسناء يذوب عشقا قد طفت حول البيت سبع ملبي قد طفت حول البيت سبع ملبي قد طفت حول البيت الله قد طفت حول البيت الله قد طفت حول البيت قد طفت حول البيت قد طفت حول البيت قد طفت حول البيت, قطفت حول البيت قد طفت حول البيت سبعا ملبي راجيا رب البيت يغفر لي ذنبي راجيا رب البيت يغفر لي ذنبي روحي يا روحي عاجلي وعند طه فانزلي روحي روحي يا روحي عاجلي وعند طه فانزلي وبلغي منا منا السلام وبلغي مني مني السلام والارض عني قبلي والارض عني قبله أنا هويت المجتبى طه النبي الأنجبى أنا هويت المجتبى طه النبي الأنجبى أحمد لعقلي قد سبا أحمد لعقلي قد سبا والقلب عنه ما روحي روحي يا روحي عاجلي الله الله وعند طه فانزلي وبلغي من مني السلام والأرض عني قبليه والأرض عني قبليه الله احنا طبعا خلاص بنوصل لنهايه حلقتنا فعايزين من حضرتك كلمه اخيره في الليله دي في ليله العيد ما تستطيع من الخير ان تفعله فاكثر منه وبعدين احنا عندنا ادعيه جامعه واعمال جامعه. ادعيه جامعه لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصحابي وهو يسبح الله تبارك وتعالى قال له الا اعلمك ما هو اجمع؟ قال قل يا رسول الله او علمني يا رسول الله قال قل الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الارض، الحمد لله عدد ما هو خالق، وسبحان الله مثل ذلك، ولا اله الا الله مثل ذلك، والله اكبر مثل ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك فإحنا عندنا أعمال أكثر أجرا وأعظم ثوابا اذكر الله تبارك وتعالى في هذه الليلة ذكرا كثيرا عمم الخير على عباد الله سل الله تبارك وتعالى أن يبلغك دائما رمضان وأن يتقرب له آمين, يا آمين يا رب كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وانت طيب, ممكن بقى نختم كده معاك الحلقة ويا العيد هي الاغنيه اللي بتحسسنا بالعيد طيب حاضر يا ليله العيد انستينا يا ليله العيد انستينا وجدت الامل فينا يا ليل يا ليلة العين يا ليلة العين أنستينا وجددت الأمل فينا يا ليلة العين هلالك هلل وحنا في رحنا أبو وهلينا آه هلالي هلي لعلينا في رحنا أبو وهلينا وقلنا السعد حيجي على قدومك يا ليلة العيد يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا يا ليلة العيد جمعت أنس على الخيل ودار كاس جمعت جمعتي أنس على الخيل ودار كاس على وغنى الطير على الاغصان وغنى الطير على الاغصان يحيي الفجر بليلة العيد يا ليلة العيد أنستينا وجديت الأمل فينا يا ليلة العيد والليلة عيد الليلة عالدنيا سعيد الليلة الليلة عيد الليلة عالدنيا سعيد الليلة الليلة عيد الليلة ع الدنيا سعيد الليله الليله عيد ع الدنيا سعيد عز وتمجيد وانت حبيبي حياتنا في